احنا قلنا المنتخب عنده ماتشين صح؟ هيرجعوا من المنتخب امتى اللعيبه؟ اللعيبه هيرجعوا من المنتخب يوم 7 7 نوفمبر. انت عندك اول ماتش يوم 11. طبعا في برنامج طبعا محطوط ان احنا هنديهم مثلا ممكن يوم راحه ياخدوا يوم راحه طبعا. يوم 8 راحه، وعندنا 9 و10 وتلعب الماتش اللي هو بتاع. وسامك جزيري هيجي امتى؟ سامك جزيري يعني بعد ما يخلص يعني في قريب في قريب يعني هي لازم هيكون موجود قبل 11. لازم يكون موجود قبل 11. ما هو ده الاسبوع كتير قوي. ده الاسبوع كتير قوي، 7 أو 8 يعني هيبقى موجود، ممكن يوم 7 يعني، فممكن 7 8 يكون هنا اسامه الجزيره يعني، وهتبقى طبعا الفرقه كلها كامله مع بعض. فان في برنامج محطوط طبعا للفتره اللي جايه ديت، لان الاحمال هتختلف في طبعا الاحمال هتختلف في اللعب بين هنا وهنا يعني. يعني احنا بنتكلم في 3 أسابيع وبعد كده 60 يوم، يعني نقول 21، عندنا 81 يوم 81 يوم ريكفر. ريكفري واكيد طبعا ريكفري بقى واستعداد واستعداد ونرجع اللعيبه اللي هم المصابين واللي هم مستواهم قل، يعني في برنامج محطوط كويس جدا يعني لكل لعيب كل لعيبه. متفائل مع طبعا الاعداد النفسي، لازم اهم حاجه الاعداد النفسي. انت نفسيتك كويسه بالظبط هتلاقي الدنيا. لان بص يا كابتن، انا هكلم حضرتك بامانه، بعد ماتش السوبر اللعيبه احبطت بشكل كبير جدا. دخلنا على ماتش الدوري بالظبط، انا ماتش الدوري ده يعني ما بعتبروش يعني ان هو انديكيشن او مؤشر على مستوى صح. لانه انت بتلعب وانت في درجه من الاحباط ما تعرضتهاش قبل كده. ايوه صح. فالناحيه النفسيه مهمه جدا جدا للاعبين. هل ده في اعتباركم كجهاز فني ولا لا؟ هل في اعتباركم جهاز فني حته الناحيه النفسيه؟ ده مهم جدا طبعا. لازم طبعا نرجع اللعيبه الحته النفسيه ليهم، ان الكره تخسر مباراه السوبر ديت وبعد كده مباراه الدوري. فهي دي اللي هتبقى فيها مشكله، فدي اللي بنحاول نمشي فيها، ان الاعداد النفسي دوت للعيبه ناهلهم ان هم، والحمد لله اللي احنا عندنا الفتره اللي جايه اللي هي 60 يوم دولت، الاعداد النفسي للعيبه ان هم يبقوا جاهزين للماتشات. لان بعد بطوله افريقيا خلاص مفيش توقف بقى، هتلعب الدوري، هتلعب بطوله افريقيا في يناير صح؟ من 13/31 تقريبا، من 13/31 يناير نرجع بقى فبراير، عرض مستمر، هترجع بقى لحد اخر شهر 5 مستمر بقى. مستمر دوري وكاس. دوري وكاس. وبطوله العالم هتبقى السنه كده في شهر كام ولا ما تحددش؟ بطوله العالم في شهر 1، هي بطوله العالم معروفه على طول في شهر 1. 23 في المجر وسلوفينيا. ما احنا كنا اخر دوله ننظمها لوحدينا، بعد كده هيبقى كله دولتين. بعد كده كله بقى دولتين كده كل دولتين. طب قول يا كابتن، يعني المنتخب برضو ما شاء الله بيحقق برضو نتائج كويسه، ماشي ترتيبه دلوقتي الرانك الرابع على العالم، ودي حاجه انجاز من زمان ما شفناش مصر في الرابع على العالم. والمنتخب يعني عنده 2001 من 2001 صحيح، من 2001 ما شفناش ان احنا في المربع ده. طيب شايف المنتخب، وطبعا في غياب المدير الفني طبعا هو موجود في اوروبا واكيد هيرجع في افريقيا يكون معانا وبيتولى المسؤوليه، ودي تجربه الحقيقه. هو المفروض المدير الفني يعني المفروض راجع، يعني المفروض رجع المفروض رجع عشان الماتشين اللي بتوع فالاجنده الدوليه هو جه فالمفروض ده يبقى موجود يعني. لكن المنتخب ان شاء الله يعني قادر انه يكسب بطوله لا باذن الله يعني يعني كل طبعا بحاجه بايد ربنا، لكن المنتخب دلوقتي طبعا المستويات اللي حققها في بطولة العالم هنا في مصر، وخسرنا من الدنمارك بضربات الجزاء في آخر مباراة دور الثمانية، والأولمبياد طبعا الأسبانيا ممكن ندينا مع الثالث والرابع. لكن المستويات المنتخب فيه عناصر جيدة طبعا في المنتخب. بالمناسبة يا كابتن بنستغل الفرصة دي ونقول لهشام السيد دودو